ارحب مدرب نادي الشباب الكابتن سامي الجابر، ارحب بكم مجددا زملائي الاعلاميين. في البدايه نسال الكابتن سامي عن وجهه نظره في المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم، اول مساء الخير جميعا. اعتقد الجميع شاهد كان عملنا كل شيء، فرص كثيره، لكن عدم ما كنا محظوظين ابدا في مباراه الليله. صعوبة المباراة أن لعبنا أمام فريق أيضا لم يبادلنا المحاولات في خلق فرص، في كان يلعب فقط على بعض الأخطاء وبعض الأشياء اللي ممكن تحصل حتى يتسنى لها النقطة. قد يمكن يكون بالنسبة لنا الشوط الأول هو اللي ممكن يحدث فارق. لعبنا شوط أول جميل جدا، خلقنا فرص لكن لم نسجل. شوط مع مرور الوقت في الشوط الأول أعتقد أن الوحدة أخذ الثقة أكثر، عرف كيف يوقف بالطريقة الصحيحة. الشوط الثاني استغلينا على الأطراف، عملنا أيضا فرص، ولكن كان مطلوب مننا إحنا نسجل أو نبادر بالتسجيل حتى تخرج الوحدة من ملعبها. على العموم هذه هي كرة القدم. المباراة كانت أعتقد استحواذ وسيطرة، يعني أرقام ما أبغى أتكلم، أرقام استحواذ وسيطرة، لكن فقط النتيجة صفر. تفضل يا اخوان. بندر راشد، يا هارد ابو عبد الله على النتيجة السلبية. شاهدنا ابو عبد الله انه كان العمل في الشوط الاول وفي الشوط الثاني في جهة حسن معاذ وهتان بهبري. مدرب الوحدة اكد انه الفارسي وضع الفارسي لحسن وهتان بهبري، ما استطعت يا ابو عبد الله انك تغير من منهج الفريق من هتان ومن حسن انه يخرج. بعدين حتى يعني في المباراه كانت تحتاج بدل الصيفين، خاصه ان الشباب يعاني من مساله الهجوم في الوقت الحالي بعد اصابه ميرتو، وبدل يستطيع حسن يعني مباراه من كره طويله تصل لداخل ال 18، هذا معناه من الشباب انه وصول الكره الى 18 اصبحت صعبه اليوم في المباراه. اول شيء الشوط الاول كان كل هجماتنا والخطوره كلها والفرص الضائعه كلها عن طريق الاسطان. ما ادري انت شفت شيء ما شفناه احنا، او وتوقعنا كل مدرب ياتي يلعب بتسعه عشره لاعبين في ملعبه. يعني انا لحد الان لعبت مع فرق كلها تدافع، يمكن الفريق اللي لعبت معاه الفرق اللي هي الاهلي الاتحاد فقط، الفرق الباقيه كلها اللي لعبت معاها تدافع. ثلاث فرص يعني محقق اهداف لم تكن من جهه حسن، كانت من جهه الاسطى وهتان. ما وافقك الراي بالنسبه الى اليوم، تكتيكنا كان يختلف كثيرا. نعرف ان الوحدة تلعب بطريقة يا اما 4-4-1-1 او 4-1-4-1، هذه الطريقتين اللي يلعب فيها الوحدة من السنة اللي فاتت. الوحدة كان ينتظر في اول ربع ساعة اول 20 دقيقة هدف، وهذا شيء طبيعي. اضعنا ثلاث فرص، كل الثلاث فرص كانت من جهة اليسار لم تكن من جهة اليمين. وضع فارسي قبله الفتح، وضع لاعب، كل المدربين يضع صح، كل المدربين قلت لك ما عدا فريقين لعبوا معنا مفتوح، كل المدربين يضعون لاعب فقط لمراقبة حسن. هذا دليل أنه حسن لاعب عظيم وكبير، ولاعب من باك يمين يحدث الفارق حتى مع المنتخب السعودي، اللاعب الوحيد الثابت في المنتخب السعودي في أداء الخمس مباريات، واحد من المفاتيح اللي هذا طبيعي. ولكن احنا خلقنا فرص من جهة اليسار، الشيء الوحيد احنا لم نسجل فقط، مع احترامي يا بندر لم نسجل، وهذه هي كرة القدم. قد نسجل اليوم ناخذ ثلاث نقاط ولا تمشي الكرة في مباراة الرائد، يجب ان يستمر العمل لا اقل ولا اكثر. انا راضي جدا عما قدم لاعبتي، وقلت قبل المباراة انك انت دائما لما تلعب امام فرق ليس لها رغبة يعني او عندها شجاعة انها ممكن تفوز صعبة، لكن يجب ان تكون لو تسجلت في اول ربع ساعة هدف تغيرت مجرى المباراة. تفضل خالد. بس تتفق معي في نقطة، ربط الله موجود في آخر 20 دقيقة ما كان الشوط الثاني حتى وإن كان لاعب شباب عبد الله بس المهاجم على الأقل قد يخطف إحدى كرات، سواء كانت كرات طويلة أو كرات عرضية في المباراة. وجهة نظر خالد، ولكن احنا كنا نحتاج اللاعب يسدد، لاعب يلعب في مساحات ضيقة زي أحمد عطيف، قبله نزل بدر لأنه عنده التسديد وشاهدنا أحد الكرات. يعني ما أعتقد أنها كانت، وجهة نظري ما كانت مباراة لعبد الله، لأنه
وقفة الوحدة ليس هناك مساحات، هذا رقم واحد. الشيء الثاني الالتحام البدني، ما أعتقد أن عبد الله سينجح مع الالتحام البدني بالنسبة للاعبين، ولكن كنا نحتاج إلى لاعب خارج الصندوق يلعب في المساحة الضيقة، وهذا هو أحمد عطيف. نزل في تقريبا آخر ربع ساعة قبل بدر، نزل في أكثر من 50 نص ساعة تقريبا، وأيضا قدرنا. على العموم الأرقام بالنسبة للمباراة يعني ارجعوا لها تجدون أرقام، لكن هي عملية التسجيل وليست هذه نهاية العالم. هذه كرة القدم، أنا زي ما قلت لك كل مرة حتسألوني حقول أنا فخور ومبسوط ما قدم اللاعبين الرغبة. شاهدنا لو ترجع إلى المباريات كلها ما عدا مباراتين لعبتها في دوري جميل أمام الأهلي والاتحاد، هناك لعب مفتوح، باقي الفرق كلها تلعب نفس الأسلوب، 10 لاعبين خلف الكرة، الخروج بأقل خسائر. هذا ما حصل اليوم.